محمد الفحفوحي رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية على صعيد جهة فاس مكناس. أولا شكرا على لجريدة أصوات لتغطيتها لهذا العرس النضالي للتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية. نتواجد في هذا المعتصم وهو يتوج أمام المديرية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كتتويج للمحطات النضالية التي خذناها على صعيد المديريات الإقليمية على صعيد الجهة وعلى الصعيد الوطني. هذا المعتصم أو هذه الاعتصامات نريد من خلالها أن نوجه رسالة إلى المسؤولين على وزارة التربية الوطنية وإلى الحكومة وإلى الرأي العام للتعبير مجددا ومن مرة الألف عن أن مطالبنا مطالب عادلة ومطالب مشروعة. مطالبنا باختصار تتمثل في الكرامة والإطار الذي يضمن الكرامة والاستقلالية. نحن لسنا هواة اعتصامات واحتجاجات، نحن أطر إدارة تربوية، مكاننا الطبيعي في مؤسساتنا التعليمية خدمة للناشئة، خدمة للتلميذ، وخدمة لمنظومة التربية والتكوين. واضطررنا بعد أن راسلنا وتواصلنا ووجهنا نداءات إلى كل المنابر لإسماع صوتنا، لكن للأسف وجهت كلها مطالبنا بالتهميش وبالإقصاء وبالتسويف. صريحات سيد وزير التربية الوطنية في مناسبات متعددة أن ملف الإدارة التربوية قد سوي منذ 2020 ونحن في سنة 2021 ولا زال الملف في ردهات الوزارة. لا أفق في القريب المنظور لنساء ورجال الإدارة التربوية. نوجه رسالة كذلك لكل جمعيات الآباء والأمهات، للأمهات والآباء، للرأي العام من أجل مساندة أطر الإدارة التربوية لانتزاع مطالبهم في هذه المعارك. سنبدأ الشطر الثاني غدا إن شاء الله، وسيكون شطرا مؤلما وشطرا تصعيديا. لا نريد للمؤسسات التعليمية أن تتأثر وأن تشل خدماتها بسبب سياسة التماطل والتسويف. نحيي كل إطارات النقابية المساندة لملفنا ومطالبنا، نحيي كل منابر الإعلامية التي واكبتنا في معاركنا النضالية، نحيي كذلك كل جمعيات المجتمع المدني والحقوقي لآزرتنا وتبنت مطالبنا وتعمل جاهدة من أجل إسماع صوتنا، صوت أطر الإدارة التربوية للمسؤولين جهويا إقليميا وجهويا ووطنيا. فنتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى من يهمهم الأمر ومن هم معنيون بتدبير الشأن التربوي. وتحية قمر الحسن رئيس الجمعية الوطنية الحراس العامون ونظار الرؤساء الأشغال ومدير الدراسة فرع مكناس. احنا اليوم نجسد برنامجان نضاليان كان مكتفان في آخر محطة منه في الشقي الأول، والرسالة واضحة هو أننا نقول للوزارة نحن جادون في مسارنا النضالي من أجل من فين مطلبين الإدارة التربوية يعد عادلا باعتراف من المسؤولين أنفسهم ومن الوزير نفسه أن هذا ملفون مشروعون وذو أولوية. لذلك نذكر أنه لن يستقيم الأمر للمنظومة التربوية بدون إدارة تربوية، أيضا لن يستقيم الأمر للمنظومة التربوية من دون أن تحفز الإدارة التربوية. ومطلبنا يسعى إلى التحفيز، يسعى إلى الإنصاف، يسعى للدفاع بغيرة عن المؤسسة التربوية العمومية. ولذلك ندعو السيد الوزير إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة لأطر الإدارة التربوية حتى لا يتم ضياع وهدر الزمن المدرسي والزمن الإداري، وأن يريح الشغيلة التعليمية وفي مقدمها الإدارة التربوية على أنه التكلفة
تكلفة عدم الاستجابة أقوى وأكبر من الاستجابة الفورية، أن التكلفة جد بسيطة، التكلفة تتطلب الإرادة، تتطلب الإرادة من السيد الوزير ومن المسؤولين في هذا القطاع هذا من أجل الاستجابة الفورية، مع الشكر والتقدير لكل الوسائل الإعلامية التي غطت وواكبت هذا الحدث. بتصريح سيد الوزير اعتبر أن المسألة تتعلق بأمور وعوائق تقنية، نحن قدرنا أن العوائق التقنية لا يمكن أن تأخذ الغلاف الزمني لمدة سنتين أو يزيد، نقدر أن العوائق التقنية يعني يمكن تجاوزها بسهولة، ولذلك لا نثق فيما قدم من توضيحات ومن وعود، لنا الثقة كل الثقة في إخراج المرسوم والاستجابة لمطالبنا العادلة. أستاذ علي البارودي، إطار متدرب منسق محلي الأطر الإدارية المتدربة فرع تازة، نحيي كل إطارات النقابية المناضلة التي ساندت ملف الإدارة التربوية، كذلك نحيي تنسيق ثلاثي الجمعيات الثلاث الإدارة التربوية. نحن كأطر إدارية متدربة تماشيا ومخرجات البيان الوطني للمجلس الوطني الحضوري ببرشيد أيام 18 و19 مارس 2021 ندين كل السياسات القمعية والاستبدادية التي ناهجتها الوزارة في تدبير الشأن التعليمي، كذلك ندين الهجمة الشرسة والقمعية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكذلك حاملين شهادات. نحن كأطر إدارية متدربة نتشبت بحقنا في إخراج المرسوم، كذلك ندين كل الوعود الكاذبة والنقوصات ديال وزارة التربية الوطنية في حق الأطر الإدارية المتدربة، لأننا دخلنا للمراكز الجهوية التربية والتكوين على إثر مذكرة 009/20، لكن البيان أو المراسلة الأخيرة 1324/21 ضربت كل هذه الوعود إلى الحائط، وبالتالي نحن كأطر إدارية متدربة نتشبث بحقنا في إخراج المرسوم، مرسوم يعطي الكرامة، يعطي الحقوق، يعطي جميع الحقوق والمساواة للأطر الإدارية المتدربة. نحن كأطر إدارية متدربة بفرع تازة قدمنا إلى فاس للاحتجاج أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل إخراج المرسوم الموعود، مرسومي الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا ومتدربين، كذلك ندين المراسلة الأخيرة في شأن السنتين التكوينيتين التي ضربت المذكرة السالفة الذكر 009/20 في الصفر، وبالتالي نحن كأطر إدارية متدربة نطالب بمعادلة الدبلوم للماستر، نطالب بإخراج المرسوم، كذلك نطالب بالتخرج بالدرجة الأولى بالحفاظ على الأقدمية في الدرجة، سواء للأطر الذين دخلوا إلى المركز بالدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، كذلك نطالب برفع الحيف والظلم على كل فئات الجسم التعليمي، ونحيي الإذاعة على هذه الصورة وعلى إذاعة أصوات على هذه والتغطية الإعلامية، ومن خلالها نحيي جميع المنابر الإعلامية والإطارات النقابية المناضلة المساندة، وإلى هنا أحيي الجميع تحية النضال والصمود، وشكرا وتحية لكم. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.